دمار كامل في المنزل، دماء على الأرض ودمية أسقطها طفل بعد ليلة مرعبة اغتال فيها الجيش الإسرائيلي حمزة أبو الهيجة الناشط في الجناح العسكري لحركة حماس في جنين. ليلة الرعب يروي بعض تفاصيلها أبو إياد وهو يتفقد ركام منزله الذي شهد عملية الاغتيال. بدون سابق انذار وما قالوا انه جيش من بداية تطلعوا، عقب ما خربوا علينا بعد ساعتين الربع قالوا ارفع ايديكم احنا جيش واطلعوا. طبعا بنفس اللحظة هاي طخوا صوبوا ابني هون، طلعت من الناحية الثانية وصوبوا البنت. أهالي مخيم جنين شيعوا جثمان حمزة وشابان آخران سقطا في العملية العسكرية الإسرائيلية وسط غضب شعبي عارم وإدانة سياسية فلسطينية من مختلف الفصائل. شيء مبيت، والهدف هو استدراج الشعب الفلسطيني المربع الذي يريد الاحتلال، وطبعا بالتالي هو على حساب الدم الفلسطيني. رسالة موجهة لشعبنا الفلسطيني وتحديدا إلى السلطة الفلسطينية إنه هذا الاحتلال لا يؤمن بتسوية ولا بعمل سياسي، هذا الاحتلال ممعن فقط في جرائمه. العملية العسكرية الإسرائيلية كانت وسط مخيم جنين وأسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين وعدد آخر من الجرحى سقطوا خلال اشتباكات مع الاحتلال عقب عملية الاغتيال، إضافة إلى عدد من المعتقلين، كما أعلنت إسرائيل عن إصابة جنديين في صفوف قواتها. هذه آثار معركة خاضها حمزة منفردا أمام احتلال يجد من أمنه ذريعة لمواصلة عمليات الاغتيال، آثار قد لا تمحوها الأحاديث المتواصلة عن عملية سلام ما تلبث أن تقف على قدميها حتى تنهار مجددا كحال هذه الجدران. من مخيم جنين، عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.